السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام: فشل جلسة لمجلس الأمن عقب تراشق الروسي الأمريكي بشأن اليمن. وإلى التفاصيل. فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء في الاتفاق على بيان ختامي لجلسته التي خصصتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا للهجوم اليمني على الاحتلال الإسرائيلي، ولم يصدر عن المجلس أي بيان رغم المطالب الأمريكية البريطانية الفرنسية بذلك. وكانت جلسة المجلس التي عقدت في وقت متأخر من مساء الاثنين قد شهدت تراجعا بين مندوبي روسيا وأمريكا، حيث اتهم المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أمريكا بالتواطؤ مع المجازر الإسرائيلية في غزة مدافعا عن العمليات اليمنية التي أكد أن وقفها مرتبط بوقف إطلاق النار بغزة. وحذر المندوب الروسي من اتساع رقعة الصراع مشددا على ضرورة إنهاء الحرب على غزة ووقف العنف هناك للخروج من الأزمة في المنطقة. وكان نيبينزيا استعرض في كلمته المطولة حجم الجرائم الإسرائيلية بغزة والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيين في عموم الأراضي المحتلة، كما أدان الهجوم على مواقع مدنية في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة. وجاء حديث نيبينزيا عقب اتهام أمريكي ورد على لسان نائبة السفيرة الأمريكية روبرت وود لأعضاء في المجلس بتقويض مصداقيته وقراراته في إشارة إلى روسيا والصين. وكان المندوب الأمريكي يلمح إلى دعم هذه الدول لإيران ومن وصفتهم بالحوثيين بالأسلحة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.